هانتم المشاهدين، اليوم ان شاء الله غنمشي عند واحد السيده عالمنا ضيق الدار، وغندير معها واحد الفيديو ان شاء الله باذن الله. كنتمنى منكم المشاهدين ديالي تدخلوا عندها، الله يجزيكم بخير. واحد السيده ما في حالهاش، مسكينه وراجلها على قد الحال، الخدمه ديالته وهي مسكينه كاريه غير مع الجيران واحد البيت، وعندها جوج وليدات ودايره واحد القناه، وبغات مسكينه ترزق منها والتعاون بها، الله يكون في العون. اي واحد كيبغي يتعاون راكم عارفين، وعندها واحد الاعاقه مسكينه مداوي الاحتياجات الخاصه، عندها واحد الاعاقه ما تقدرش تمشى بزاف. هي دابا تعاود في الفيديو، دابا تعاود، انا غنمشي ندير معها الفيديو وهي راه غتعاود كل شيء في الفيديو معاها. وكنتمنى منكم المشاهدين تتابعوها، تابعوا الفيديوهات ديالها، الله يجزيكم بخير باش تطلع لها القناه شويه، الله يجزيكم بخير. انا كنطلبكم وتعاونوا معنا حتى حنايا، انا راني القناه ديالي مازال صغيره، انا مازال يلاه تفعلت ليا ومازال زعما ما كنتخلص فيها ما حتى شي حاجه، مازال كاع ما مازال خدامه على الدولار، مازال ما طالعاش ليا. وكنتمنى نبغي ندير حتى انا الخير، لان مازال هي ما عندهاش حتى هي 1000 ابوني، كنتمنى تطلع غير 1000 ابوني بعدا تطلع لها شويه باش تقدر دير لايفات راكم عارفين، وتخدم شويه على القناه ديالها باش تفعل لها حتى هي. وكنتمنوا كاع اللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل له فيها. وكنتمنى منكم اخوتي تدخلوا عندها وتدعموها وتبارطاجيو لها الفيديوهات ديالكم اللي تيشوف يوميات فاطمه واختها، كاع اللي داخلين عندي القناه ديالي، كنتمنى منكم تعاونوا مع ديك السيده. انا كنطلبكم الله يجزيكم بخير، انا غنمشي عندها دابا غندير اللي عليا. وكنتمنى من الناس كلهم بحال هاد الحالات هادي ديال هاد القنوات الصغار يتعاونوا معاهم، القنوات الصغار يتعاونوا مع القنوات الصغار، ما تصل كبار ما واخا كطلبيهم ما تيعطيوكش كاع الوقت، وكيطلبوا الفلوس في الدعم وكيراكم عارفين. انا بغيت غير نمشي ندير مع هاد الفيديو تاع الله القناه ديالها تطلع لها شويه، وقال كاينين دازوا عندها شي اخوات اخرين حتى هما كيجيو عندها بزاف ديال القنوات، جاو عندها، جات عندها الاخت سعاد، سعاد في الكاريان، وجات عندها سميتها ملكة تي في، وجات عندها سميتها الاخت رتيبه، يوميات رتيبه حتى هي جات عندها. والمهم كيجيو عندها بزاف الاخوات، جاو عندها القنوات، هكا نسيت سمياتهم يسمحوا ليا، وانا غادي نمشي حتى انا عندها وغندير معها فيديو. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وحنايا كنديروا هذا الشيء فيه غير الاجر وصدقه جاريه. كنتمنى منكم اخوتي تبارطاجيو لها الفيديو، الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم اخوتي بزاف، وتابعوني انا غنمشي عندها وغندير معها فيديو وانتم معايا ان شاء الله. نسولك الاعاقه ديالك شنو هو النوع ديال الاعاقه ديالك؟ لا ما كنتش ما يعني ما تزاليتش بحال هكا، يعني عندي خطا طبي، عندي الهشاشه ديال العظام، ومني تهرست اربعه المرات، يعني غير كنطيح كنتهرس بحال شي بيضه كتكون هازه، كنطيح كنتهرس. العظام عندها هشاشه. العظام عندي هشاشه. مني تهرست اربعه المرات العظومه عندي عواجه، يعني كيتشتوا، هذاك الشيء علاش ولات عندي اعاقه. حتى المشيه ما كنمشيش مقاده. هي اختي راه عندها مشكل ديال المشي، وعندها مشكل ما كنقدر لا نهز ولدي، ما كنقدرش نتمشى، ما كنقدرش. الله يجازيكم بالخير. وكنشكر الناس يدخلوا عندها. انتما كتشوفوا اخوتي الحاله ديالها، هي مسكينه راه مريضه وعندها وليداتها مازالين صغار وساكنه غير في بويت. كتشوفوا اخوتي تجيو تشوفوا فين ساكنه، وراه تبقى فيكم بزاف تبقى فيكم اخوتي. كنشكركم بزاف، الله يجازيكم بخير. كنتمنى من الناس يتعاونوا مع هذه السيده هذه، يتعاونوا معها وليداتها مازالين صغار وما في حالهاش، وهانت كيف قالت لكم راه مريضه وعندها واحد الاعاقه مسكينه، راه الله يحسن العوال الجميع. هادشي اللي غنقول لكم اخوتي، كنتمنى منكم تعاونوا معها، الله يجازيكم بخير. مشاهدين دياولي العزاز، كنتمنى منكم تدخلوا عند اخت عالم نادية قطار، حنا بغينا غير نتعاونوا معاها. انايا زعما بقات فيا ملي شفتها في واحد الفيديو، كنا درنا عليها انا اختي واحد اللايف وهضرنا عليها في اللايف، وقلت انا غنمشي عندها، ملي غنمشي ان شاء الله نطلع لكازا غنمشي عندها، وجيت عندها دابا ودرت معاها فيديو. راني كنطلبكم نتوما، نتوما اللي غتطلعوها، نتوما اللي غتدخلوا عندها المشاهدين دياولي، الله يجازيكم بخير. هادشي اللي كاين، حنا خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، ما حنا غير مسلمين شي يتعاون مع شي، ونتعاونوا مع بعضياتنا. هذوك الناس عرفتي دابا شوف، هو ملي كان كيقول لي بقاي مرتك زعما عيا، داك الشيء حسيت براسي عيان. يلا زيد. وهانتوما كتشوف اخوتي راه كاريه واحد البيت غير صغير، وراجلها زعما ما فحالوش، خدامه غير في الموقف، ما عندوش شي خدمه زعما مرسمه ولا شي داخل شهري. خدامه في الموقف، يعني كيمشي ما عندهاش شي. هانتوما كتشوفوا، كنتمنى منكم تعاونوا معاها
راجل كيخدم في الموقف. في الموقف نهار كيخدم بعد مرات سي من بعد مرات حتى شهر ما كيعيط ليه حتى شي واحد. هو كيمشي يهضر يهضر مع المشاهدين ديالي ويقولي لهم شنو كاين وما تحشميش. كانت مسكينه راه كتحشم دابا حتى الهضره. كنطلبكم المشاهدين تعاونوا معايا غير بالمشاهده واللايك الله يجازيكم بالخير. كيف ما كتشوفوا عندي اعاقه وما كانتش عندي في النوبه الاولى ولات عندي هاد الاعاقه وعندي الهشاشه ديال العظام. كنتمناكم تعاونوني عندي جوج وليدات عندي ولدي صغير ما كنقدرش نهزو يعني ما كنقدرش نتمشى مزيان وكاريه غير بيات الكره شويه قاصح شويه قاصح صعيب او يعني البيت كناكل فيه كنطيب فيه كندير فيه كل شيء انتم غتشوفوا وكنشكركم بزاف و الله يجازيكم بالخير. شوفوا زعما راه تبقى فيكم هاد السيده بزاف زعما كنتمنى من القنوات الكبار حتى هما يشوفوا في هذه الحاله هذه ويتضامنوا معاها ويعطيوها يد المساعده. كنتمنى من القنوات الكبار اللي تيشوفوا يوميات فاطمه واختارها كيعرفوني بزاف القنوات. كنتمنى منكم اخوتي تساعدوا هاد السيده هذه وتدخلوا عندها. كنتمنى منكم انا زعما سينا هادشي اللي شفت هاد السيده زعما بقات فيا والله العظيم يا اخوتي الا بقات فيا كدبش عليك. انا زعما لو كان في يدي انا راه القناه ديالي مازال صغيره مازال ما طالعاش ليا بزاف وهكا كنبغي ندير الخير راه كنبغي نمشي عند الناس وندير معاهم زعما واخا طلع لي قناتي وتوصل مع عمري ما غندير ندير الخير بدون والو نمشي عند الناس وندير معاهم زعما ماشي بدون مقابل. انا ما بغيت حتى شي مقابل بغيت غير الرحمه ديال الوالدين صافي هي اللي بغيت. ثلاثه قولي لي دابا اختي انت يا وليداتك مازالين صغيورين وكيف كدير اختي باش كتعاملي معاهم تهزي الوليد عندك؟ لا الوليد ما كنقدرش نهزو يعني الا بغيت نخرج نسخر الحانوت ولا شي حاجه كنخليه وخا مسكين كان تجي كنلقاه لا نخليها هو واخته اختو عندها نيت ربع سنين راه باقا صغيره لا يعني انا مشيت للحانوت وجيت اما تا الخضره واي حاجه كيجيبها لي راجلي ملي كيكون هو اللي كيجيب لي يعني ما كنخرجش انا ما كنقدرش نهز الدري ونتمشى انا بوحدي كنتمشى بزز عرفتي علاش كان ديما بقى عندي داك الهوس يعني غادي نطيح غتهرس يعني لا تمشي حتى تعكل صافي يعني شحال شي بيضه غطيح يعني البيضه اللي كتهزها في يدك غطيح صافي غتهرس يعني الا مشيت تعكل تمشي تزلقت صافي مشيت انا صافي يعني غنتهرس يعني شي ما كنقدرش انا نهز ولدي وحتى الثقل يعني ملي كنهز الثقل رجليا يعني العظم يعني كنورك بزاف ما كنبقاش نقدر الله يشافيك الله يعينك على هاد الوليدات انتم خا المشاهدين انتم كتشوفوا السيده مسكينه قالت لك ما كتبقاش تهز حتى ولدها. كنتمنى منكم اخوتي تعاونوا معاها القنوات الكبار والقنوات لي صغار كلكم دخلوا عندها وهجموا على هاد السيده هادي طلع لها الفيديو شويه التعاون مع وليداتها راه انت راه حتى حنايا راه نتوما راه بينا باش طلعتوا يا هاد القنوات الكبار راه كندخلوا عندكم وتنديروا لكم ابوني وراكم راكم هاد القنوات الصغار يطلعوا الكبار مازال حنا كاع محلين القنوات طلعناكم نتوما والله الا انا مازال ما عندي لا قناه لا والو متابعه بزاف القنوات لا ذكر الاسماء يالو هذاك الاسماء. كنتمنى منكم تدخلوا عند هاد السيده هذه مسكينه راه ما فحالهاش والله الا بقات فيا خصنا نتعاونوا مع هاد الناس ذوي الاحتياجات الخاصه خصنا نتعاونوا معاهم بزاف بزاف الناس. كنتمنى من الناس يتعاونوا معاهم هادو راه في حاجه التعاون في حاجه ساكن المراه ما تتقدش تهز ولدها من الله ما تتقد تهز تقضي حوايجها في الدار كتقاتل معاه باش تقضي حاجتها ديال دارها الله صعيب الله يكون في العون. ما تقدرش تنفق بزاف مرات الخضره وداك الشيء كان تخرج في الارض قالت لك تنوض تشدها الدوخه بحال عندها عندي بكره واش كترضع ولدها قلتي ما ترضعيش لا ما نرضعش الدري كتعطيك كتشري له الحليب مسكينه يعني كان الفرماسيان كان الدواء ديال العصر الله يكون في العون كتشري الطاسه ديال الحليب وراكم عارفين ايوا اش غادي نقول لكم الله يصوب وصافي الله يصوب المشاهدين. كنتمنى منكم انا كنطلبكم وجيت عندها اليوم الجمعه كنتمنى يا ربي تسمعوا مني تفائلوا مع هاد السيده هادي وتدخلوا عندها الله يجازيكم بخير هادشي اللي كاين اخوتي والله يجازيكم بخير وشكرا لكم. كنتمنى منكم هضريت انت قول لهم كنشكركم بزاف وكنتمناكم تدخلوا عندي والله يجازيكم بالخير وانا درت هاد القناه غير باش نعاون راسي لحقاش ما كنقدر لا نخدم لا حتى شي حاجه ما كنقدرش نخدم قلت غندير هاد القناه باش نعاون راسي وكنتمناكم تعاونوني وتفرجوا فيا وديروا لي لايك الله يجازيكم بالخير. ديروا لها لايك وشكرا لكم بزاف تعاونوا معاها في الفيديوهات ديالها تشوفوهم لها وديروا لها لايك باش طلع لها الفيديو باش تفعل لها القناه راه مازال قناتها صغيره مازال ما تفعلتهاش مسكينه الله يعاونها يسهل عليها يا ربي. كملي
وهانتم المشاهدين دابا راه نهاية الفيديو هي هذه. كنتمنى منكم اخوتي تدخلوا عند هذه السيدة وتدعموها، الله يجازيكم بخير، ديروا الاجر، هادشي فيه غير صدقه جاريه، الله يجازيكم بخير. وشكرا لكم اخوتي بزاف، تنشكركم، ما تبداوش فوجي. انا كنتمنى منكم تدخلوا عند هذه السيده هذه، طلبتكم اخوتي المشاهدين ديالي ديال يوميه فاطمه اختها، كنشكركم تدخلوا عند هذه السيده هذه، والناس ديالها هي تا هما يدخلوا عندي، مرحبا بهم. وهادشي اللي كاين اخوتي، نتعاونوا مع بعضياتنا، وشكرا لكم وبسلامه عليكم، ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.